فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالناس يحنون مع الجهل ومع طول الزمان يحنون إلى أمور الجاهلية، ولذلك تجدهم الآن يحنون إلى إحياء الآثار والتراث وما أشبه ذلك. هذا ليس عبثا، وإنما هذا بدافع من الشيطان ومن دعاة الضلال، فإنهم إذا أحيوا آثار الجاهلية وأمكنة الجاهلية فإن هذا يجر إلى إحياء سنن الجاهلية، فينبغي سد هذا الباب نهائيا، وأن نعرف خطط الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، فهم يأتونهم من هذه النواحي.